أهلا ومرحبا بكم اليوم بسلسلة دروس جديدة إن شاء الله حتتضمن الـ CCMP V2 اللي هو المنهج الجديد. الـ CCMP صار بها تغيير قبل تقريبا أقل من شهرين إلى 3 أشهر، يعني نقدر نقول في بداية السنة نهاية الشهر الواحد صار التغيير، وخاصة بالامتحان ضافوا مواد، لغوا مواد. بس بالهيكلية العامة للـ CCMP Routing and Switching يعني بقى نفس الموضوع تقريبا. كان عندنا راوتر وسويتش، يعني راوتر امتحان يتكلم على الراوتينج تكنولوجي، وكان عندنا سويتشينج يتكلم على السويتشينج تكنولوجي، وكان عندنا ترابل شوتينج مادة، وبقت الثلاث مواد بامتحاناتها لحد الآن. يعني التحديث أصبح في داخل المواد، ما صار تغيير منهجي على هذه الشهادة. هاي الشهادة حتخليك بعد ما تكملها إن شاء الله أنه تكون محترف professional، والمحترف لازم يكون عنده دراية بكثير مواضيع، وخلينا نقول تقريبا من 60 إلى 80 أو 75% من مناهج السيسكو بالراوتينج والسويتشينج لازم تكون مقبولة عندك ومفهومة، وتقدر تدير بها مشروع يتكون نقدر نقول من 500 كمبيوتر أو شبكة كبيرة وليس صغيرة نقدر نقول. طبعا هاي فكرة الراوتينج أو السويتشينج إذا تكون بها محترف أو بروفيشنال. المنهج الجديد يتكون من المواضيع اللي هي أمامك حوالي 16 شابتر، كل شابتر يتكلم على تكنولوجي محددة، بس أنا ردت أضيف بها مواضيع حتى تكون سهلة لك أو حتى الفهم يوصل لك بشكل صحيح. الموضوع الأول اللي ضفته هو الـ Course Overview بالـ Cisco Certifications، يعني لازم تعرف أنه أنت أكو Body أو أكو Fed System للـ Certification شهادات السيسكو، فتأخذ عنا يعني نظرة سريعة حنجي نشوفها. بالإضافة إلى موضوع مهم جدا اللي هو الـ Technologies للـ Tools أو للـ Simulation اللي هي النقطة الثانية مثل ما تلاحظ هنا، اللي هي لازم نتكلم على جي ان اس شلون يصير له كونفيجر، وخاصه الجي ان اس الجديد اللي هو الالفا. انا شرحت الجي ان اس القديم بالسي سي ان اي اكس، المنهج الجديد اللي موجود كذلك على الشانل. التكنولوجي الاخرى اللي انصح جماعه السي سي ان بي والسي سي اي انه لازم يعني لازم تتعلم هاي التكنولوجي او تتعلم هذا السيميوليشن اللي هو الاي او يو او اللي يسموه الويب اي او يو، حنجي نشوفه ان شاء الله. واكيد حنستخدم كذلك البي تي او الباكيت تريسر كذلك في عملنا ان شاء الله. النقطه الثالثه المهمه جدا اللي حبدي بيها ان شاء الله في شرح هاي الماده اللي هو الفوكسنج على الجي ار اي والدي ام في بي ان تكنولوجي. وطبعا حقيقة أنا ماخذ هاي يعني الفكرة من المنهج القديم، فلذلك ضفت الفريم ريلي كذلك. يعني إن شاء الله حضيف الفريم ريلي فكرتها مع الـ DMVPN. زي ليش؟ لأنه الفريم ريلي حقيقة هي layer 2 to 3 نقدر نقول، والـ DMVPN يعني بعدين نتكلم عليها بعمق يعني اكثر، بس نقدر نقول هي اساس او الانفراستراكشر او الطريق اللي حيفوت بيه الراوت اللي حنتكلم عليه. يعني انت تتكلم على الاو اس بي اف، اي نعم في شبكه داخليه امامك سويتش وراوتر وحتسوي او اس بي اف كلها امامك، بس هل فكرت انه تسوي او اس بي اف بين منطقة لمنطقة أخرى عبر السيرفيس بروفايدر؟ هل الكونفيجر حيكون نفسه؟ هل تحتاج تغير بالكونفيجر؟ فلذلك لازم نعرف آلية الـ One Configuration اللي هي كانت سابقا تستخدم الـ Frame Relay Technology، والآن دا تستخدم الـ DMVPN Technology. طبعا شنو تكنولوجي الـ One؟ هي الـ Wide Area Network، من تسوي شبكات
كبيرة وخارجة عن اللان. احنا اللي اذا نشتغل بيها يسموها كلها لان Local Area Network، بس من تشتغل عبر الـ ISP يسموها One or Wide Area Network. تمام، اذا ذني الثلاث مواضيع حضيف ان شاء الله بمنهج الراوتينج، وهاي مواضيع حتاخذ من عندنا تقريبا 4 إلى 5 كلاسات يعني الأولية، حتى تكون عندك آلية فهم الراوتينج أو البروتوكولات شلون نطبقها على هاي التكنولوجيا. يعني ما حنتكلم مثلا على الاي جي ار بي ليتر اون يعني في وقت آخر، بس حقول لك كيف نطبق الاي جي ار بي على الدي ام في بي ان. حنستخدم الاو اس بي اف، حنتكلم على الاو اس بي اف هنا، بس حقول لك الاو اس بي اف كيف نطبقه وين بالدي ام في بي ان. فلازم تكون عندك هاي الفكرة. اوكي، وطبعا البارت الاول يتكلم على الفاونديشن او الفندمنتال للراوتينج كونسبت. حنحكي على الراوتينج كونسبت، شنو الراوتينج، شنو فكرة الراوتينج. استحملونا شوية اذا تكلمنا شوية بيسك او على اساسيات قديمة بالنسبة لك، بس حتى نوصل لفكرة صحيحة ان شاء الله. الموديول الثاني او البارت الثاني حيتكلم على الـ IGP Internal Gateway Protocol or IGP يسموه Routing Protocol، وهو مجموعة الـ EIGRP والـ RIP والـ OSPF يسموهم كلهم IGP Internal، يدخلون او دائما يعملون بالإنترنال. حتقولي زين اكو إكسترنال؟ نعم نعم، اكو الـ EGP اللي هو يتضمن BGP أو Border Gateway Protocol اللي حنتكلم عليه. الموديول الآخر طبعا هذا الـ IGP يضم الـ RIP-NG، طبعا هاي الـ NG هي New Generation للـ RIP، يعني الـ RIP اللي يدعم الـ IPv6 حنجي نشوفها. وحنتكلم على الـ EIGRP تحت خيمة الـ IGP، وكذلك الـ Advanced EIGRP Concept. صار عندنا شيء جديد بالـ EIGRP يسموه الـ EIGRP Name Mode اللي هو هذا، وكذلك الـ EIGRP IPv6 أو يسموه الـ EIGRP V6. كذلك حنتكلم على الـ OSPF، الـ OSPF الطبيعي ومواضيعه وآلياته، وهو مهم جدا طبعا بموضوع الراوتينج. وحنتكلم إن شاء الله على الـ OSPF V3 اللي هو support للـ IPv6. طبعا بعد ما نخلص البارت الثاني إن شاء الله حنروح على البارت الثالث اللي هو حيتكلم على أهم من المواضيع وتكون جديدة تماما إنه، اللي هي Redistribution والRoute Selection. طبعا تقدر تغير كلمة الRoute Selection بكلمة أخرى يسموها الPath Controller. طبعا مهم جدا هذا الموضوع، وتحت يكون عنوان كبير جدا يسموه Route Map، حنجي نحكي عليه كثير. طبعا الRoute Redistribution حنتكلم عليها. Route Redistribution اللي هي تسوي compatibility أو توافق بين different router protocol. يعني إذا تشتغل OSPF وشركتك تمام، يعني شركتي إذا تشتغل EIGRP نريد نربطها together أو سوية. كيف نسوي هذا الموضوع؟ قال لك redistribution حتنقذنا وتساعدنا بهذا الموضوع، حنيجي نحكي عليها إن شاء الله بتفاصيل أكثر. الموديول قبل الأخير حيكون على الـ BGP Border Gateway Protocol، وهذا نقطة ضعف كبيرة عند اللي حتى خلصوا الـ CCMP، وطبعا أنا أولهم كان عندي نقطة ضعف بي، وأعتقد لحد الآن عندي نفس نقطة الضعف، بس هحاول إن شاء الله أطرح لكم فكرة الـ BGP بشكل مختلف حتى توصل لكم الفكرة إن شاء الله بشكل صحيح. إذن الموديول الأخير حيتكلم على الـ BGP وكيفية استخدام الـ BGP وآلياته. طبعا الفصل الأخير حيكون على الراوتينج، العفو مو الأخير، الراوتينج سيكوريتي، كيف نسوي على الراوتينج سيكوريتي. وطبعا يتخلل موضوع مهم جدا يسموه الراوت اثنتيكيشن. الموديول الـ 17 أو الشابتر 17 حيتكلم على الاثنتيكيشن اللي هو تحت السيكوريتي، وأخير فصل حيكون البارت أو الفاينل بريبريشن. خلي أرجع لك على صفحة الأولى، يعني ما حكيت أو أجلت الكلام على هذا السطر ونص اللي مكتوب بالأحمر. فكرته شنو؟ هاي المواضيع اللي بالأحمر هي كل مواضيع الراوتر أو هذا المنهج اللي حنتكلم عليه.
يعني انت اذا ضبطت كل هاي المواد اللي امامك باللون الاحمر انت حتضبط المادة بشكل صحيح. الدي ام في بي ان ار اي بي ان جي اي جي ار بي او اس بي اف ريديستريبيوشن والباث كنترولر اللي تكلمنا عليه اللي هو يكون تحت موضوع الراوت ماب وموضوع الكنترولر اكسس او البريفكس ليست، وكذلك يكون جوا الراوت بيس بوليسي والبي جي بي. يعني هاي المواضيع هي كل مواضيعك حتى يكون عندك اساس وين تريد. هتقول لي مو اكو مواضيع كثيره بالكتاب كذا، هاي طبعا هو دي يسوي لك تهيئة انه تكون بروفيشنال، بس اساس عملك انت كبروفيشنال لازم، او كنيتورك انجينيرينج حقيقه بعد ما تصير سي سي ام بي حيسموك نيتورك انجينيرينج، اساس عملك حيكون بالدي ام في بي ان بالار اي بي ان جي بالاي جي ار بي او اس بي اف ريديستريبيوشن والباث كنترولر والبي جي بي. حتقول لي هي هاي نفس المواد بالمرحله الاخرى سي سي اي، جدا مهمه بالسي سي اي، هي هاي يعني اساس ماده السي سي ام بي. فقط هذا المنهج عندنا؟ لا، انا اخذت منهج اخر يعني مفصل اكثر، طبعا هذا منهج اوفر فيو، هو خطتنا حتكون ان شاء الله. المنهج الاخر للسي بي تي نيجت اللي هو نفسه اللي تكلمنا عليه مثل ما تشوفوا، طبعا نفسها، واقدر اعطيك يعني الملفات اثنيناتهم حتى تتبع وياي، هذا يعطيك تفاصيل اكثر، احنا اعطينا بس الاوفر فيو، ان شاء الله حنبكي نمشي على هاي الشابترات المذكوره امامك. شنو هو التغيير اللي صار بالسي سي ام بي في 2 وكان ما موجود بالفي 1؟ طبعا هنا انا عندي بي دي اف مهم جدا وتقدر تنزله من الانترنت، سي سي ام بي راوتينج اند سويتشينج في 2 الكي تشينج للسيرتيفيكيشن، يعني اهم التغيرات بهذا المنهج. بالنسبه للكود السي سي ام بي تغير، الكود مالته صار 300 سيريز، الكود مال اكزام، ومثل ما تشوفه يبدي ب 300. اول امتحان كان يبدي ب 642، اكثر من 3 الى 4 سنوات هذا الكود، هسه تغير 300، وطبعا هذا الكود 300 كان مال السي سي اي اي، غيروه جابوه على السي سي ام بي. comprehensive للknowledge اللي حتاخذه حيتكون او كله حيصب ب iOS 15. يعني شنو؟ يعني الراوترات اللي حتتعامل عليها قبل ما تبدي انه تسوي الكونفيجر مالتك، انصحك تسوي show where حتى تشوف الموديل اللي دا تشتغل عليه اللي هو ال V 15 لازم، او الرينج 15، كان قبل نتعامل بال 12 هسه ال 15. شنو الفرق؟ اكيد ادوات وتولز اكثر. الكي تشينج بالراوتينج اكزام، طبعا مثل ما تلاحظ هنا النيتورك برينسيبل دومين طبعا يحكي على تي سي بي واليو دي بي، وكذلك يذكر تكنولوجي مهمه جدا جدا مهمه، طبعا يسموها السي اي اف سيسكو اكسبريس فوروردينج، وطبعا سيسكو تفتخر جدا بهاي التكنولوجي اللي هي راقية جدا ورائعة. حنيجي ناخذها واعتقد حنتكلم عليها اكثر وبشكل اوضح بالسويتش موديول السويتش. الار اي بي في 2 او يسموه الان جي اللي هو نيو جينيريشن، مثل ما قلنا خلوه بالمنهج الجديد، قبل ما كان بالمنهج الجديد، وهو يسموه النكست جينيريشن مثل ما تشوف. ال EIGRP IPv6 domain او يسموه ال EIGRPv6 اللي هو يدعم ال EIGRP يدعم ال IPv6. ال OSPF v3، طبعا من نشوف OSPF v3 لازم رأسا تخلي ببالك يعني ال OSPF من يشتغل مع ال IPv6. اوكي، واعتقد هذا سؤال بال CCMP اذا انت خلصت ال CCMP. طبعا تكنولوجي ال VPN ضافوها جديدة، وطبعا مثل ما قلنا حنتكلم عليها بالبداية يسموها DMVPN، واكو تكنولوجي حلوة يمكن اخر شيء حنتكلم عليها يسموها Easy Virtual Network، وهي خاصة كذلك بمواضيع ال VPN. Infrastructure Services Domain وهي ال IPv6 Address Translation او يسموها NAT بالنسبة لل IPv6. حتقول لي كيف؟ اقول لك النات
لان هي النات المفروض بعد ما تشتغل، لا النات بعدها تشتغل بالاي بي في 6، حتى نستخدمها نحول ال 6 لل 4 وال 4 لل 6. طبعا هاي اهم تغيرات الراوتينج. خلي ببالك احنا الموديول الاخير هذا يعني هو مهم صحيح بال في 6، بس مثل ما قلت لك ركز لي دائما على هذا اللاين اللي هو بالاحمر اللي هو المواد اللي حنتعرض لها. السويتش صار بي كذلك، العفو طبعا هنا يقول لك all major route topic from القديم يعني كإكزام where keep it، يعني بقى نفس الشيء ما بيتغير كثير بالراوتينج حقيقة، وإنما ضافوا مواد مثل ما تشوف هنا. اوكي، فحتى لا تصير عندك لخبطة، أنا دارس القديم شو أسوي، ادرس بس هاي النقاط حتى تكتمل المادة عندك. اوكي، هل أبدي بالقديم ولا الجديد؟ أبدي بالجديد أكيد. اوكي، القديم راح دي راح انتهى. اوكي، خلينا نجي نشوف السويتش. السويتش قال لك شلنا او سوينا ريموف لل في اكسس ليست، الفي لان اكسس ليست او يسموها الاكسس ليست لاير 2 والبي اكسس ليست، مسحوها وشالوها، شالوا تكنولوجي الوايرلس، واكيد هذا كان مهم لانه مو من اختصاصات السويتش حقيقه، ولو الوايرلس حقيقه يعمل باللاير 2. يعني اذا انت عندك اكسس بوينت حقيقه هو ترى سويتش ما بي بورتات، يعني سويتش يسوي يوزع انترنت وايرلس بس ما بي بورتات وايرلس، فهو حقيقه تحت السويتش، بس قال لك الاختصاص هو اهم من هذا الموضوع. شالوا الفويس، والفويس مهم حقيقة بالسويتش، هم إلى علاقة كذلك إلى علاقة بالسويتش، كان مهم جدا بالفويس. ليش؟ لأنه السويتش يجهز التليفونات بالباور، أكو تكنولوجي مهمة جدا يسموها الـ POE Power Over Ethernet، كذلك البورت سيكوريتي تكنولوجي نحتاجها بالفويس وكثير. طبعا الفيديو سولوشن كذلك بدأوا أو شيء يعني شالوه كذلك او سووا له ريموف. زين، ضافوا شيء؟ اي نعم ضافوا تكنولوجي الاس دي ام تمبلت، حنيجي نحكي عليها مهمه جدا. وهي موجود، هي قديمه هاي التكنولوجي. كونفيجريشن اند فيريفاي ترانكينج دومين، طبعا الترانك مهم جدا. قال لك اوكي احنا ضفنا بيه مواد، شنو اللي ضفت بيه مواد؟ الفي تي بي، الفي 1 والفي 2 والفي 3 والفي تي بي برينج اللي هو يختصر طريق ال VTP. طبعا ال VTP هذا مهم جدا وتكلمنا عليه ب LCCNA. ضافوا كل فيرجنات هنا من الواحد للثلاثة. وخلي اعطيك فد ملاحظة مهمة جدا، ال VTP هو بروتوكول خاص بالسيسكو فقط، فلذلك سيسكو ده تحبه كثير ودت يعني نفس اكيد بروتوكول هالمدلل للاي جي ار بي، هو بروتوكول حقيقه عريق ومهم جدا. سيسكو وعدت العالم بهذا البروتوكول ووفت بوعدها لانه بروتوكول جميل وقوي جدا. الكونفيجريشن اند فيريفاي اذر لاين سويتش تكنولوجيز دومين، طبعا يقول لك اكو تكنولوجيز اخرى حنتكلم عنها ونضيفها، شنو هي؟ الاس بي اي ان والار اس بي اي ان. حقيقه انا تكلمت على هاي المواضيع حتى بالسي سي ان اي اللي هي السويتش بروتوكول اناليسيس نتورك وريموت سويتش بروتوكول اناليسيس نتورك، كيف تسوي مونيتورنج من داخل السويتش على ترافيك محدد، يعني خاصه بالسكيورتي سويتش. الموضوع الأخير وهو مهم جدا أعتقد وأني جديد علي تماما، ححاول إن شاء الله أقرأ بالمصادر وأطلع لكم فكرة جديدة، أو يمكن حنتكلم عليه نظري أعتقد لحد الآن، أنا ما أعرف، إن شاء الله أشوف لكم هاي المادة الجديدة اللي يسموها الستيك، اللي هي تربط أكثر من سويتش حقيقة 9 سويتش على حسب معلوماتي البسيطة بهذا المجال، 9 سويتش تربطها كلها بكيبل محدد يسموه ستاك وايز اللي هو اسم التكنولوجي نفسها، وكل هاي التسع سويتشات حتصير سويتش واحد، تقدر تتحكم بيها من سويتش واحد يمثل او يدير هاي التسع سويتشات توجذر. فالتكنولوجيا مهمة تسوي لك virtualizations للسويتش، حنيجي إن شاء الله نأخذ بها فكرة جديدة لكم وإلي كذلك.
الكي تشينج بالترابل شوتينج اكيد مثل ما تعرف ترابل شوتينج حيشمل الراوتر والسويتش، فلذلك شالوا الوايرلس، شالوا الفويس، شالوا المواد مال السويتش بشكل اساسي لانه السويتش صار بيه تغير، واضافوا موديول الراوتينج داخل الترابل شوتينج. مثل ما تشوف مواد الترابل شوتينج هي الاي جي ار بي اي بي في 6، ضافوا الفيرجن 3 يعني الاو اس بي اف اي بي في 6، وكذلك الترابل شوتينج سويتش ادمنستريتور دومين الاس دي ام حنجي نتكلم عليها، والترانك دومين بالفي تي بي مع موديلاته، والاس بي اي ان وكذلك الستاك كورس. معروف كيف حيتكلمون على الترابل شوتينج، يمكن هذا هو موضوع جديد تماما علينا بالسي سي ام بي. هاي فكرة التغيرات بالسيسكو سي سي ام بي في 2. اخيرا اريد ابدو وياكم مع الموديول الاول اللي هو كورس اوفر فيو للسيسكو سيرتيفيكيشنز بشكل سريع. سيسكو عندها 3 امتحانات حتى تصير اسوشيت وياهم او حتى تبدي معاهم. الامتحان المتعارف عليه هو سي سي ان اي اكس 200-120، تقدر تمتحنه تاخذ بيه دورة كذا، تقدر تشاهد الدورة اللي او الكورس اللي صار بالشانل الخاصة بينا اللي هو يتكلم على سي سي ان اي اكس، حوالي 32 فيديو. او تقدر تاخذ اي سي ان دي 1 مع اي سي ان دي 2 مثل ما تشوف هنا، وتصير سي سي ان اي من خلال امتحانين. اوكي، انا احبث الطريق الثالث اللي هو ستريت اواي، يعني تكون سي سي ان اي. ورا ما صرت سي سي ان اي اقدر اروح على سي سي ام بي، اكيد تقدر تروح على سي سي ام بي وتبدي الامتحانات الثلاثة حتى تصير بروفيشنال. بروفيشنال بالشنو؟ بالراوتينج والسويتش فقط. يعني من اجيب لك فاير وول انت ما تعرف لانه ما درسته، من اجيب لك اي بي اس ما تعرفه، من اجيب لك في بي ان ديفايس ما تعرفه، من اجيب لك مثلا الريمبورت للايميل ما تعرفين كلهن. ليش؟ لانه ذني من اختصاص السي سي ام بي سكيورتي، هم بها 4 إلى 5 مواد. كذلك من تدرسها حصير بروفيشنال بالفاير وول، بروفيشنال بالاي بي اس او الفي بي ان. حقول لك اوكي، تعرف تسوي الكونفيجر للكول مانجر، تعرف تسوي كونفيجريشن للفويس ديفايس، للاي بي سوفت فون، كل هاي معروفه. ليش؟ لانه لازم تكون سي سي ام بي فويس. الوايرلس تعرف تسوي كونفيجر للكنترولر وايرلس، تعرف تسوي كونفيجريشن للوايرلس ستاند الون اكسس بوينت وهاي الماضي. لا، ليش؟ لانه انت مو سي سي ام بي وايرلس، فلازم شنو تعرف انه سي سي ام بي مو فقط راوتينج اند سويتشينج، وانما كثير اختصاصات. بعد كثير اختصاصات انا خليت المهمة او يعني المشهورة من اذين، هي كثير اختصاصات بالبروفيشنال ليفل. خلصت البروفيشنال ليفل تروح على الاكسبيرت ليفل السي سي اي. سي سي اي تتكون من امتحانين، واحد ريتن مثل الامتحانات هاي كلها، يعني تقعد بكمبيوتر ومالتيبل يعني اسئله واجوبه، حوالي 100 سؤال تنجح بيها حيصير انت خبير بس ريتن. وهاي شهاده مال خبير، ما بها اي شهاده، فقط يعطوك ريبورت ويعطوك سماح لمده 18 شهر. لازم تروح تسوي اللاب اللي هو مهم جدا اللي يسمى السي سي اي اي لاب. خلال 18 شهر لازم تمتحن السي سي اي اي لاب. السي سي اي اي لاب يتكون او امتحان يتكون من 3 اجزاء: كونفيجريشن، ترابل شوتينج، دايجنوستينج. و8 ساعات تختبرك سيسكو بهذه البارتات لازم تنجح بيها. كله كونفيجريشن، ما بي اي مالتيبل تشويس. يمكن الدايجنوستينج بي تشويسينج، يعني تقدر تختار من مالتيبل تشويس. هل اكو فقط سي سي اي اي راوتينج اند سويتشينج؟ لا، اكو سي سي اي سكيورتي، سي سي اي فويس، و سي سي اي وايرلس وسو اون كذلك. هل فقط هذا السلم يعني؟ لا، يمكن سيسكو اضافت عليه، سوت سي سي دي اي اللي هي ديزاين اركتكتشر. بس انت اذا وصلت مرحله الخبيره اعتقد حتكون كافي انه تلم باغلب مواضيع السيسكو بالاختصاص اللي حتكون
بي. مرة أخرى أذكرك قبل ما ننهي الكورس اللي هو هذا اللاين حيكون هو أساسنا الـ DMVPN Technology الـ RIPNG والـ EIGR POSPF والـ Redistribution والـ Path Controller مهم جدا، وأخيرا الـ BGP. أحب أذكرك أنه حندرس الـ CCMP بروح الـ CCIE إن شاء الله، يعني إذا رحنا شوية أدفانس متقدم فحتفيدك، أكيد ما حتفيدك بالـ CCMP بس حتفيدك إن شاء الله بالـ CCIE بالمستقبل. أخيرا يا رب تكون الفكرة وصلتكم بشكل عام. أريد أجاوب على سؤال مهم جدا يعني حتعرض له كثير، هل الفيديوهات هاي كافية أنه أنجح بالامتحان؟ هاي الفيديوهات حتأهلك أو تعطيك overview للمادة. لازم تقرأ الكتاب، والكتاب هو متوفر بالإنترنت، يعني تقدر تلقاه CCMP راوتر وتقدر تلقاه بالمنتديات، يعني تقرأ هذا الكتاب تأخذ معلومات كثيرة مع هاي الفيديوهات اللي حنسويها إن شاء الله، وهذا الفيديو الأول بيها حتاخذ overview على الموضوع إن شاء الله. overview واضح جدا بس ما يكفيك، يعني مو تشوف الفيديوهات كلها وتتوقع وراء آخر فيديو حروح للامتحان رأسا، لا، لازم تأخذ فكرة على الكتاب بشكل سريع، تأخذ knowledge أكثر، وتقرأ نماذج الأسئلة والأجوبة، وإن شاء الله يكون النجاح حليفك. هاي فكرتنا بالدرس الأول من CCMP V2 Router، يا رب تكون وصلت لكم بشكل صحيح. شكرا جزيلا والسلام عليكم.